شعر بحجم التحديات اللي بتواجه الأمة وأعجب لهذا القدر الذي أتى بكل هذه التحديات في هذه المرحلة، تحديات من الخارج كادت أن تصيب أمة بأكملها حتى في كبدها. ويمكن النهاردة موجود معنا أستاذنا الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق الذي كتب ملحمة في حب هذا الوطن، ملحمة في علاج فيروس سي، لأن شعر القائد والزعيم أن فيروس سي خطير على كبد المصريين، وأن ملايين من المصريين قد تنتهي أجلهم وحياتهم وطاقتهم البشرية، وهذه طاقة معطلة ممكن أن تذهب في أدراج الرياح، فيخرج القائد لينقذ كبد المصريين، ويساعده وزير الصحة إنذاك، ويساعده عناصر ممن تحب مصر في حب الوجد، فتكتب ملحمة أقسم بالله أنها ملحمة بكل المعايير. هذا الفيروس الذي كان يعالج بأكثر من 60,000 دولار للشخص يعالج في مصر بأقل من 300 دولار. هذا الفيروس الذي عولج مجانا لأكثر من 1,500,000 ثم ينقذ مصر. إيه ده الملحمة دي؟ إيه الشعب القادر ده؟ إيه الشعب العظيم ده؟ إيه العبقرية اللي موجودة اللي أنقذت مصر وأنقذت كبد المصريين من فيروس كان قاتل اسمه فيروس سي؟ مش بس كده، تحديات ضخمة من بره ومن جوه، من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، ومؤامرات تحاك بيك كلها. ثم يقيد الله لهذه الأمة زعيم برباط الجأش وبقوة، يحاول أن زي ما بتكون بتفك كورة معقدة واحدة 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 لكي يصل بهذه الأمة إلى بر الأمان. الشعب كان ذكي وكان فاهم أن المرحلة دي مش مرحلة صراع، لابد أن نجتمع على قلب رجل واحد، فرأينا ما لم نكن نتوقعه. 24 مليون، لما ناخد بس 10-15 مليون اللي فوق سن 30، يعني 15 مليون أسرة غير 24 مليون، يعني ما كانتش 24 مليون، ده كانوا 60 مليون، ده الأسرة 3 بحد أدنى. إذن أمة كانت على بكرة أبيها، قامت لكي تستنهض نفسها، لكي تلتف على كلمة سواء وعلى قلب رجل واحد. قيام الأمة بهذا المعنى وبهذا المدلول وبهذه الكيفية كان وراء ناس، كان وراء قيادات واعية، كان وراء ناس مخلصة للوطن أولاً ومخلصة للقائد وللزعيم ثانياً لأنه هو الرمز، كان وراء حد مدرك للأبعاد التي تحاك بهذه الأمة، يتطلع استقرار ومستقبل